عملية زراعة الكبد هي عملية جراحية بيتم فيها نقل كبد من شخص متوفي أو جزء من كبد شخص حي لشخص تاني بيعاني من فشل في الكبد، وبنقوم بعملية زراعة الكبد لما بيكون كبد المريض يتوقف عن العمل وما بقاش يقوم بوظيفته، وده ممكن يحصل لأسباب كتيرة زي التهاب الكبد الفيروسي زي فيروس سي واللي منتشر في مصر وفي كتير من الدول، أو سرطان الكبد، أو كمان الإفراط في شرب الكحوليات. كل دي أسباب بتؤدي لتلف شديد جدا في أنسجة الكبد وبتمنعه إنه يقوم بوظيفه. وهنتكلم في الفيديو ده عن مكان وجود الكبد في جسمنا وإيه هي الوظائف اللي بيقوم بيها وإزاي بنقوم بعملية زراعة الكبد خطوة بخطوة. كل ده وأكتر، فيلا بينا. بيعتبر الكبد هو أكبر عضو موجود جوه الجسم، واللي موجود في الجزء اليمين العلوي من البطن، وبيكون وزنه في الشخص البالغ حوالي 1.5 كيلو جرام. وبيقوم الكبد بوظائف كتيرة جدا. رقم واحد، بيقوم بإنتاج العصارة الصفراوية واللي بتساعد على هضم وامتصاص الدهون اللي بناكلها. ورقم اتنين، بيقوم بتخزين أنواع معينة من الفيتامينات والمعادن. كمان بيقوم بإزالة السموم من الدم زي الكحول والأدوية والمواد الضارة التانية. اتكلمنا عن تأثير الكبد على امتصاص الأدوية في فيديو قبل كده، هسيبهولك في وصف الفيديو. فبتقوم انزيمات الكبد بتكسيرها لمواد أقل ضررا على الجسم علشان يتم التخلص منها عن طريق البول أو البراز. وبيقوم الكبد بإنتاج بروتينات مهمة زي عوامل التجلط اللي بتكون الجلطات لما بيحصل جرح أو نزيف، أو بروتين الألبيومين اللي بيحافظ على توازن المية جوه الدم وبيشيل مركبات مهمة في جسمنا زي الهرمونات وبعض الأدوية. كمان بيساعد الكبد على تنظيم الهرمونات في جسمنا زي هرمونات الغدة الدرقية وغيرها من الهرمونات، فبالتالي لو باظ الكبد ما نقدرش نعيش من غيره. طيب ايه هي خطوات العملية؟ قبل بدء العملية بنقوم بعمل مجموعة من الفحوصات لتقييم حالة المريض الصحية ومدى توافق كبد المتبرع مع كبد المريض، وبتستغرق عملية زراعة الكبد من 6 ل 10 ساعات. بنقوم بتخدير المتبرع والمريض تخدير كلي، وبنقوم بعمل شق في بطن المتبرع لغاية ما نوصل لمكان الكبد. بعد كده بيقوم الجراح بإزالة جزء من كبد المتبرع، وحجم الجزء ده بيكون على حسب حجم ووزن الشخص اللي هننقله الكبد، وبيتم كي الأوعية الدموية اللي كانت بتمر في الجزء ده، وبنخيط بطن المتبرع مرة تانية. بعد كده بناخد الجزء اللي شلناه ده ونروح للمريض. بيقوم الجراح بإزالة الكبد التالف، وده طبعا بعد سد الأوعية الدموية اللي كانت داخلة وخارجة منه. بنقوم بتوصيل الجزء ده بالأوعية الدموية. بعد كده بنرجع تدفق الدم للكبد من تاني، وبنقوم بتوصيل القناة الصفراوية بالأمعاء الدقيقة علشان يقوم الكبد بإفراز العصارة الصفراوية فيها، وبينمو الجزء اللي تم زرعه مرة تانية علشان يكون كبد جديد في خلال من 2 ل 3 أشهر. وده بسبب قدرة الكبد على التجدد من خلال عملية بتسمى بالتجدد الخلوي، وفي العملية دي بتتكاثر الخلايا الكبدية علشان تحل محل الخلايا التالفة أو الميتة، وده مش ممكن يحصل مع أعضاء الجسم التانية زي القلب والرئتين وغيرهم. وبعد العملية بيفضل المريض في المستشفى لمدة أسبوع أو أسبوعين، وبندي المريض أدوية مثبطة للمناعة علشان نمنع الجهاز المناعي إنه يهاجم أو يرفض الكبد الجديد. نتائج العملية بتكون كويسة في أغلب الحالات، واللي بيوصل معدل نجاحها لحد 80%، ومعدل نجاح العملية بيتوقف على السبب اللي خلانا نعمل العملية، وعلى عمر المريض وصحته وشدة التلف اللي حصل للكبد، وعلى مدة انتظار الكبد المتبرع بيه. لو عندك أي سؤال اكتبهن تحت في الكومنتس، وما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك وشير للفيديو علشان غيرك يستفيد. سلام.